اليوم سؤال واحد، كي جاكم المهرجان غيتردد على المسامع ديال مجموعه من الفنانين. معنا الفنان المحبوب المراكشي العزيز سي عبد الله فركوس. مرحبا. انا فرحان نشوفك. حتى انا والله العظيم توحشناك بالله. الله يحفظك. انا ما شفناك اخي. بارك الله فيك. الله يحفظك. كي جاك المهرجان؟ مهرجان جميل وكل دوره الحمد لله كيكون فيها الجميل ديالها وكيكون الطقوس ديالها وتيكون المعنى ديالها وتيكون الشكل باش تنتاز. وهذه الدوره استفدنا، شفنا بزاف ديال الافلام وكذلك التكريم ديال السي عبد الرؤوف اللي كنا تنشوفوا غير تنسمعوا ايام زمان، وزعما مفاجاه المهرجان هو عبد الرؤوف وكذلك المرحوم السي عبد الله المصباحي، وكان ديك الليله ديال الفنانين المغاربه وشفنا صحفيين وعاود صرنا معاهم الرحيم معاهم والفنانه والحمد لله كل دوره بالطقوس ديالها. راديو بلس بلس كون راديو.